معنى الحرية، أحمد مطر على نغم الخبب. أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية: ما هذا اللفظ وما تعني؟ وأية شيء حرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها، أم مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفاً أو قلماً، لا تحمل فكراً وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، فنظرت لئن أحياني الله وكانت بالعمر بقية، لأجوب الأرض بأكملها بحثاً عن معنى الحرية. ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله: ما الحرية؟ فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية: إن الحرية أن تحيا عبداً لله بكلية. وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية، لا حسب قوانين طغاة أو تشريعات أرضية، وضعت كي تحمي ظلاما وتعيد القيم الوثنية. الحرية لا تستجدى من سوق النقد الدولية، والحرية لا تمنحها هيئات البر الخيرية. الحرية نبت ينمو بدماء حرة وذكية، يعلو بسهام ورماح ورجال عشق الحرية. لن يرفع فرعون رأسا إن كانت بالشعب بقية، لن يرفع فرعون رأسا إن كانت بالشعب بقية. أين المفر؟ أحمد مطر على نغم الرجز. المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إدبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب، كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا، يا ربنا، لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر. فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر، حتى القضاء والقدر.